2060. الموضوع ده هيبان امتى؟ 2060. المشكلة دي هتبقى ليها تأثير كبير على اقتصادنا 2060، لأن احنا نتصدى لها من دلوقتي ونعمل لها صندوق، مش كده يا دكتورة؟ نعمل لها صندوق عشان نجهز نفسينا في ال 20 30 سنة دول ولا ال 40 سنة دول، عشان ما يبقاش في مشكلة. أرجع بقى تاني للوعي اللي بيقوله اللي اتكلم عنه الدكتور أسامة، واللي احنا بصدد يعني هو النهارده صحيح ان الندوه اسمها يوم الشهيد، لان هي في الاخر ندوه للوعي، ندوه للثقافه، ندوه للحديث، وحقكم عليا ان انا اتكلم معكم واقول لكم يا ترى يا مصريين، هو انتم مصدقيني ولا لا؟ لا معلش، هو انتم مصدقيني ولا لا؟ صحيح. يعني طب هغشكوا ليه؟ طب هضحك عليكوا ليه؟ طب هضيعكوا ليه؟ ما بحبكمش؟ يعني بيقولوا لي في كلمة لك ولا ما فيش؟ قلت حسب النقاش ما يجيب، عشان ما نعذبش الناس. يعني لما يتقال مثلا، على سبيل المثال، في الاشاعات كتير قوي قوي يقول لك مثلا ايه التطعيم اللي بيتم في حمله 100 مليون صحه ده هيأذي الناس، ويطلعوها وسط الناس البساط. بقى احنا نقدر نعمل كده في نفسينا؟ اعمل كده في نفسي في ولادي؟ ياه، وتصدقوا